الناس الصلاح والفرح كامل والدنيا تمام يعني، ومعنا اعتذار في الفرح. كان في مشاكل بين العريس والعروسه تقريبا، او حد من طرف العروسه اتكلم حاجه مش تخصه، فانا رحت للعريس اتصب على العروسه واتصالح يعني. اعتذر في الفرح، المايك على السماعات كلها لكل الناس وكل حاجه متصوره يعني. العريس حتى كان قافل معانا التصوير قال ما تصوره. تداول رواد السوشيال ميديا في محافظة الشرقية مقطع فيديو يظهر قيام شاب عشريني أثناء حفل زفافه مسك يد عروسته وتعنيفه بشدة، ما أدى إلى اختلال توازنها وسقوطها أرضا، وتركها ليجلس وحيدا في الكوشة أثناء تواجدهم بإحدى القاعات مركز كفر صقر، مما دفع شقيقها للتدخل ليسدد له لكمة للعريس ويطيح به أرضا. وأثار مقطع الفيديو المتداول غضب واستياء رواد التواصل الاجتماعي، حيث وجدوا أن الأمر فيه إهانة للعروس، فيما أكد بعض النشطاء أنه تم الصلح بينهم بعد انتهاء حفل الزفاف. من جانبه روى أحد شهود العيان تفاصيل ما حدث قائلا: حفل الزفاف أقيم منذ نحو 8 أيام تقريبا، حيث وقعت مشاجرة عادية بين العريس والعروسة بإحدى قرى مركز كفر صقر، وعروسته التي تنتمي لمحافظة الغربية بسبب الغيرة مثلما يحدث في معظم الأفراح بسبب رقص العروس، وطلب منها عريسها التوقف عن الرقص مما سبب في اندلاع شجار بينهم، وتدخل العقلاء من العائلتين وتم التراضي بين العريس والعروسة. وأشار إلى أن تدخل بعض العقلاء من العائلتين وتم الصلح بينهم، خاصة أن العريس تربطه بعلاقة حب مع العروسة قبل الزواج. وعاد إلى عشة زوجية بعد انتهاء حفل الزفاف دون أدنى مشاكل والأمور طبيعية.